السلام عليكم طلاب، وإن شاء الله الكل يكون بخير وصحة سلامة. اليوم راح نبدي بمحاضرات فيديو لشرح وتوضيح المحاضرات اللي تم تحميلها مسبقاً اللي هي PDF إلى الكلاس روم. ومثل ما تعرفون أنه هذه المحاضرات PDF هي على شكل مقاطع Part 1, Part 2 أو 3. كل مقطع يحتوي مجموعة محاضرات حقيقة، فراح نبدي اليوم بشرح هذه المحاضرات، وراح أحاول أخلي الفيديو قصيرة على شكل مواضيع متتابعة حتى يسهل عليكم مشاهدتها وتحميلها من الإنترنت. المحاضرات السابقة اللي آخر شيء أخذناها قبل يكون عندنا الانقطاع هي كانت للكاسكيدد امبليفاير او المالتي ستيج امبليفاير، وكل الاناليسز اللي سويناه بالمحاضرات السابقه كان هو لللو فريكوانسي اناليسز. اليوم راح ننتقل الى موضوع اخر اللي هو الهاي فريكوانسي اناليسز، وتحديد كيفيه تحديد تردد القطع بالترددات العاليه. نعرف انه باللو فريكوانسي اناليسز كان اللي يحكم تردد القطع هو متسعات الباي باس كاباسترز والكابلينج كاباسترز، لكن هذه قيمتها عالية وبالترددات العالية راح تعوض عنها بشورت سيركت. تظهر عندنا متسعات أخرى مهمة تحدد تردد القطع بالترددات العالية اللي هي المتسعات الداخلية للترانزستور بين أطراف الترانزستور الكولكتر والبيس والإمتر، والمتسعات الخارجية اللي هي ناتجة من الأسلاك الربط والتوصيلات الخارجية للدائرة. بشكل عام بالإنفيرتد أمبليفاير هذه المتسعات هي المهمة واللي إلها تأثير، واللي نقصد به الإنفيرتد أمبليفاير هو الأمبليفاير اللي هو عندي فيس شيفت بين الأنفوت والأوتبوت 180 درجة مثل الكومن أميتر أمبليفاير. مثل ما تشوفون بهذا الفيجر اللي أمامكم، هذا أمبليفاير بشكل عام بلوك بي الأي في هو الفي أوت على الفي إن، وعندي متسعة موجودة بين الأوتبوت والإنبوت. هذه المتسعة اللي هي يعني بين الأوتبوت والإنبوت، يعني ما معناها بين الكولكتر والبيس بين بالكومن أميتر، هذه المتسعة موجودة عندي تظهر بالترددات العالية، إلها تأثير على الدائرة وعلى تردد القطع. لكن بما أنه هي موجودة مثل ما نعرف انه بالكوفلنت سيركت نحاول انه نفصلها الى جزئين انبوت واوتبوت، فهذه المتسعه بين الانبوت والاوتبوت راح احاول احولها الى الانبوت بقيمه معينه والى الاوتبوت، وهو هذا الميلر افكت كاباستر او الميلر كاباسترز نسميها، اللي هي راح تكون عباره عن متسعتين بالانبوت واحده والاخرى بالاوتبوت، تاثر على الامبليفيكيشن مال الدائره وعلى ترددات القطع. لاحظ في هذه الدائرة حتى أقوم بالتحليل الدائرة وتحويل هذه المتسعة، أول نقطة أشوف أنه الـ IN هو مو نفسه الـ Input Current للـ Amplifier، لأنه عندي جزء اللي الـ I1 اللي هو داخل إلى الـ Amplifier، بينما الـ I2 هو راح يكون خارج الـ Amplifier بين الـ Input والـ Output، وأيضا الـ ZN هي مو نفسها الـ RN لوجود هذه المتسعة كـ Impedance مربوطة بين الانبوت والاوتبوت. بناء على هذا الفيجر راح ابدي بالتحليل، ابدي ببداية بتطبيق كيرشهوف كرنت لو، واعرف انه بهالحالة الاي ان لهذه النود هو يساوي المجموع التيارات الطالعة من النود اللي هو الاي 1 زائدا الاي 2 مثل ما وضح بهذه المعادلة. لكن هذه القيم اقدر اعوض عنها ب الشكل التالي، الـ IN هو الـ VN على الـ ZN التيار الكلي على الممانعة الكلية، والـ I1 هو الـ VN على الـ RN. أما بالنسبة للـ I2 حتى أقوم بحسابه هو فرق الفولتية على هذه المتسعة اللي هي الـ CF اللي نسميها الـ Feedback Capacitors مقسم على ممانعة هذه الكاباستر مثل ما موضح هذه المعادلة. الـ I2 يساوي لي VN minus VOUT على XCF، ويساوي لي VN minus AVV VN، لأن أعرف أنه الـ VOUT هي تساوي لي الـ VN في الـ AV. أقدر أحول معادلة الـ I2 إلى هذه الصيغة اللي هي 1 minus AV في VN على XCF.
CF. الآن لو أعوض هذه القيم الثلاثة للتيارات IN I1 I2 بهذه المعادلة الأولى، راح يكون عندي المعادلة بالشكل التالي، هي VN على ZN و مكان الـ IN و I1 أعوض عنه بهذه القيمة و I2 بهذه القيمة. الآن ألاحظ أنه الـ VN هو مشترك بالـ أجزاء المعادلة، فأقدر أقسم على VN، راح يكون عندي الناتج هو الـ 1 over ZN يساوي للـ 1 over RN plus 1 over XCF اللي هي ممانعة المتسعة مقسمة على الـ 1 minus IV، طبعا فقط هذا الترم نقلناه إلى المقام فصار مقسم عليه. هذه هي الأدمتنس كأنه للدائرة تساوي للأدمتنس الانبوت تساوي لمجموع الأدمتنس للآر إن والأكس سي أف. لكن الأكس سي أف أوفر 1 ماينس أي في هي تساوي لي 1 أوفر أوميجا سي أف. الأكس سي أف هي 1 أوفر أوميجا سي أف. لاحظ هذا معناها هذه القيمة اللي هي الـ XCF على 1 minus IV كأنه تساوي لممانعة جديدة لأنه قسمت على 1 minus IV، فصارت قيمة جديدة للممانعة اللي هي الـ XCM نسميها اللي هي الميلر Input Capacitor، هذه الـ XCM. إذن أقدر أعوض عن هذا الترم بالمعادلة أو هذا الجزء من المعادلة بـ XCM، فراح تصير عندي 1 over ZN تساوي لي 1 over IN plus 1 over XCM. هذا معنى الـ XCM تساوي لي كأنه الـ XCF مقسمة على هذا الـ 1 minus I، وكأنه هي لأنه الـ Omega لأنه الـ XCF هي 1 over Omega، فكأنه أنا جاي أقول الـ CMN اللي هي Miller Input Capacitor تساوي لي 1 minus IV في الـ CF اللي هي Feedback Capacitor. لاحظ هذا الترم مع العلم وجود إشارة نقص، لكن أعرف أني بالإنفيرتد أمبليفاير الأي في هو بالماينس، فهذا الترم راح يتحول إلى واحد زائد كأنه الأي في، فهذه تضرب بمقدار أكبر من واحد، ما معناه سي أم إن هي أكبر من سي أف بمقدار الأي في. فراح تكون عندي الإكويفلنت سيركت للإنبوت هي الزد إن والآي إن، راح يكون الآر إن توازي مع هذه المتسعة اللي هي CM أو Miller Input Capacitor اللي هي Feedback Capacitor مضروبة في 1 minus IV. لا أيضا بالنسبة للأوتبوت هذه المتسعة أيضا لها تأثير بالأوتبوت، وراح تزيد قيمة المتسعة بالأوتبوت، فحتى أسوي الآن التحليل الجزء الآخر اللي هو خاص بالأوتبوت سيركت، راح أرجع إلى نفس الفيجر وأشوف أنه عندي بهالحالة الـ I out هو شي يساوي لي مجموع التيارات اللي خارجة من هذه النود اللي هو الـ I1 زائد الـ I2، وأعرف أنه الـ RO تختلف عن الـ ZO بهالحالة لاختلاف التيار المار بهم، والـ XC أيضا هي ممانعة توازي راح تكون عندي مع الـ output. الآن طبق قانون كيرشهوف اللي هو راح يصير عندي بهالحالة الـ IO لاحظ يساوي لي I1 plus I2. نيجي نعوض عن قيم I1 و IO و I2. I1 يساوي لي اللي هو هذا I1 الداخل الخارج من الأمبليفاير اللي هو راح يكون عندي شنو Vout على Rout، و I2 هو هذا التيار اللي مار بالمتسعة راح يكون عندي Vout minus Vin على XCF مثل ما أشوفها بهذه المعادلة. لكن إحنا نعرف بالأمبليفايرز بشكل عام الـ RO عادة تكون قيمتها جدا عالية، فهذا الجزء من المعادلة راح يكون جدا صغير وممكن إهماله بالمعادلة هذه للتيار الكلي، وبهالحالة إيش راح يصير عندي الـ IO كأنه يساوي I2 فقط لإهمال I1، وبهالحالة يساوي لتقريبا Vout minus Vn على XCF. نعوض الآن مكان Vn هو Vout على AV لأنه Vout يساوي ل AV Vn، فراح تكون عندي المعادلة للI out تساوي ل Vout minus Vout على
AV واللي راح تكون تساوي لي V out مضروبة في هذا المقدار اللي هو 1 minus 1 على AV مقسمة على الX CF. الآن أقسم IO على VO راح تكون عندي يبقى عندي هذا الجزء من المعادلة اللي هو 1 minus 1 over AV على XC F. لا الآن XCF شو تساوي لي؟ 1 على أوميجا CF مضروبة في هذا الجزء اللي هو 1 minus 1 over AV. هذه شو تساوي لي؟ كأنه ممانعة CM أو اللي هي الأوتبوت ميلر كاباستر. أوكي بعد أن أخذنا هذا الجزء من المعادلة فراح راح يصير عندي بهالحالة السي ام كأنه تساوي لي 1 minus 1 over AV في CF. زين ذكرنا أنه هذا الAV أيضا بالسالب فهذا التيرم راح يتحول إلى الموجب فهي أكبر من CF لكن الفرق عن الانبوت لاحظ أنه كانت 1 minus AV فالتكبير عالي الAV عندي راح تطلع قيمة CMN في هذه المعادلة كبيرة لكن في هذه المعادلة بالنسبة للCM out ايش راح يصير عندي الAV إذا كبير كلش قيمته هذا التيرم أو هذا الجزء من المعادلة كأنه يصير صفر ممكن إهماله فألاحظ أنه تأثير متسعة الفيدباك CF اللي هي بين الأوتبوت والإنبوت أو كأنه بين الكولكتر والبيس بالنسبة للترانزستر لما أنقل تأثيرها إلى الأوتبوت ما راح تتغير قيمتها هواي وراح أقدر أعتبر الميلر أوتبوت كاباستر تساوي تقريبا الفيدباك كاباستر بين الإنبوت والأوتبوت.